السلام عليكم، انا سعيد مصور من السكينة ديال الشارع هذا. حنا في اطار واحد احتجاج رمزي ضد تثبيت واحد الدافع ديال الريزو في هذا الدار هذه اللي قدام اللي مورانا. وهذا كان كيعلم الجميع ان هذا الدار هذا الريزو هذا راه كيعمل ضرر للسكان، كيتسبب امراض سرطانيه، كيادي الاطفال. حنايا عملنا جميع الشكايات ديال التعارضات ديالنا، نطالبوا بان هذا الريزو هذا ما يتعملش. وملي استفسرنا على الموضوع، جبرنا الموضوع هو ثاني، الناس كامله كتشكى منه، ولكن لا حياه لمن تنادي. اعترضنا على التركيب ديالو وباقي ما تركبش، ولكن كنطالبوا بان يدخل السلطات باش هذا الريزو هذا ما يتركبش في العومه هذه، لان العومه هذه كتعرفوا على الهشاشه من الناحيه السكانيه، الناس ديالها ضعافين، مراتين وكبارين. كاين امراض سرطانيه، كاين امراض القلب، امراض جميع الامراض موجوده في هذه الحومه هذه، وديور صغارين وكتحكم عليهم في الاخير ان تثبت عليهم واحد الريزو اللي يبقى 24 ساعه على 24 ساعه فوق 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 الراس ديالهم. وحنا عملنا تعرض للقائد ديال المنطقه ديال جميع السلطات، الوالي، عملنا البلديه شخص ديال العمده، مقاطعه شرف السواني، وصيفطنا رساله يعني كنطلب التعرض ديالنا حتى الشركه اللي معنيه بالامر اللي عملت الملعب. هادشي كلشي عملناه في هاد الساعه، حنا باقي كنتسناو الرد ديال كلشي. لا ما جا عندنا حتى شي واحد، تواصلت معنا، طلعنا مشينا للبلديه، القسم القانوني قال لك حنايا ما عندنا القانون ما كيسمحناش اننا نتدخلوا. وقفنا في هذا الاتجاه هذا كسكينه، خصنا نعرفوا الحل ديال هادشي هذا، وقفنا والاساس في هادشي هذا ما يتعملش. الطلب ديالنا هو التدخل السلطات باش يوقفوا هاد المهزله هذه ديال هاد الريزو. بكل صراحه كل ما قالوا هاد الناس هادو فمن حقهم يدافعوا على انفسهم وعلى عائلتهم. كاين اللي عنده الام هنايا مريضه، وكاين اللي عنده الاب، وكاين اللي هو شخصيا مريض، وهالشيء هذا كارثه العظمى بالنسبه لي انا. وانا مع هذا القول اللي قالوا الناس والحي كامل، بزاف ديال الناس كانوا غادي يجيو، انما كل واحد وظروف ديالو في النهار هذا بالذات. احنا كامل اللي كنطالبوا، ما كنطالبوش شي حاجه عيب ولا حرام، كنطالبوا على راسنا احنا، خاصه الكبار في السن. حاليا انا 75 سنه، مرض السكر والطنسيون وداك الشيء، ويديروا فوق منك ذاك المصيبه الكحله، فهذا ما هذا غير معقول. انا واحد من القاطنين في هذا الشارع، هذا شارع ابن بطوطه، كنمثل جميع اطراف ديال الحي. عملنا هذه الوقفه هذه احتجاجا، ونحن نندد بهذه الفعله التي سوف يقوم بها صاحب هذا المنزل، ونحن نقف هنا احتجاجا وتنديدا بهذه الوضعيه التي سوف نعول عليها، وخصوصا ان جميع السكان هنا ينددون بهذه الواقعه التي سوف تعود بالضرر على كل الساكنه. نناشد الصحافه تكون موقره بان توصل هذا النداء وهذه الوقفه الى منابر لكي يعلم الجميع وخصوصا السلطات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.